السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد أحبائي على قناتكم طريق المستقبل في فيديو جديد من الموقع الرسمي للحكومة الكندية وهو canada.ca/fr. ستجدون إن شاء الله في صندوق الوصف، وسارعوا في التسجيل لأن الوقت يداهمنا، لأن في القريب العاجل سيقومون بالإعلان يعني عن الأشخاص المختارون في هذا التسجيل لكي يكون واحد الملاقات ما بين أرباب العمل وكذلك المشغلون، ما بين الشاغلين والمشغلون إن شاء الله. هذا الموقع كما ترون أمامكم فهو للحكومة الكندية government أو بيان gouvernement du Canada or government of Canada. منتدى التنقل في الوجهة الكندية، شركة مرشح، يمكنكم المشاركة الآن وبسرعة إذا كنتم من حاملي الشهادات، ولو لم يكن لديكم شهادة البكالوريا سنجد هذا في عند ملء الاستمارة إن شاء الله. عن المنتدى عبر الانترنت في الفترة من 18 إلى يعني 20 نوفمبر إن شاء الله، يعني غيكون لقاء بين الشغالين عبر الانترنت إن شاء الله، ما بين 18 19 و 20 على حسب المدة التي ستقوم باختيارها أنت إن شاء الله إذا تم انتقاؤك من خلال الموقع. يهدف المنتدى إلى المرشحين الناطقين بالفرنسية أولا أو ثنائي اللغة، الباحثين عن فرص عمل في كندا يعني خارج كيبيك بطبيعة الحال، يعني في الدول خارج كيبيك. كما قلنا ماشي بالضروري يكون عندك شهاده البكالوريا، ولكن ضروري يكون عندك واحد الاكسبيريونس وواحد الوثيقه اللي كتاكد ديك الاكسبيريونس اللي عندك، تكون كتحدث باللغه الفرنسيه ولو قليلا، وكذلك اللغه الانجليزيه اذا كانت كذلك. المشاركه في المنتدى مجانيه لجميع المتقدمين، لكن الاماكن جد محدوده، فيجب عليكم التسجيل الان. ويقولون كذلك بمجرد التسجيل سنرسل إليك دعوة فقط إذا كنت مرشحا ثنائي اللغة أو يتحدث الفرنسية ويلبي واحدا على الأقل من المعايير التالية، وهي كالتالي: يتطابق ملفك الشخصي مع المهارات والخبرات التي يبحث عنها أصحاب العمل، وهذا شيء جد جد مهم. إذا كنت كتطابق الملف ديالك الشخصي مع المهارات والخبرات التي يبحث عنها أصحاب العمل فأنت مقبول 100%. وكذلك باقي الخطوات يمكنكم قراءتها لكي لا نطيل هذا الفيديو، أنا كنعطيكم يعني المعنى وانتم تدخلوا قلبوا راسكم، غنوريكم كيفاش ترشحوا. وكذلك في آخر الفيديو اللي ما كملش الفيديو حتى التالي ما غيعرفش كيفاش يصوب السيرة الذاتية الكندية المطلوبة، نهبطوا إلى الأسفل. نتوما يمكن لكم تقراو يعني جميع المعلومات بحذافيرها، وعاد ديك الساعات يعني تبداو الاستماره. سجل الان، ملي كتضغط على سجل الان غادي تمر مباشره الى هذا المكان الذي من خلاله ستقومون بالتسجيل بهذه الطريقه. الاسم الاول كذلك، عنوان البريد الالكتروني كي لا نطيل الفيديو، تاكيد العنوان كذلك، تاريخ الميلاد مهم جدا، تاريخ الميلاد، الجنسية، بلد الإقامة، المستوى الدراسي وهذا نقطة مهمة، شهادة دراسية ثانوية، التعليم الثانوي لم يكتمل يعني لست حاصل على شهادة البكالوريا، وكذلك هنالك مجموعة يعني من الدبلومات إذا كانت لديك شهادة الدراسة الثانوية يعني دبلوم بكالوريوس، برنامج ما بعد الثانوي لمدة عام يعني قريتي في لافاك عام واحد، برنامج ما بعد الثانوي لمدة عام يعني عندك الدوك أو لا عندك يعني شهادة ديال التكوين المهني وما إلى ذلك من الدبلومات، يجب عليكم قراءة هذه الأشياء بدقة. الرقم البريدي اللي ما كانش الرقم البريدي ديالو فما عليه سوى يدخل لجوجل يدير مثلا ساكن في كازابلانكا، كتب الرمز البريدي للدار البيضاء وغادي تكتبو تما، غيعطيو لك تكتبو تما المسقط الرأس ديالك. خبرة في العمل، أنت مسجل في خدمة توظيف عامة تشارك في هذا المنتدى، ستسمح لهم هذه المعلومات بالمتابعة معك. تحديد هنايا يعني لانابيك، هنا مثلا المغرب عندنا لانابيك هي اللي غتسويفي معك جميع المعلومات المتعلقة يعني بالوثائق، الضغط على اذا كنت في المغرب الضغط على المغرب انا بيك. القطاع اللي كتخدم فيه انت، واش الاداره واش الاعمال والتمويل والاداره، العلوم الطبيعيه، قطاع الصحه، القانون، الفنون وما الى ذلك من جميع المجالات.
هنا رقم التسجيل ان وجد، الا ما كانش عندك رقم التسجيل ما عندك ما دير به. هنا دي سيرفيس كندا، واش بغيتي يعني يكون لقاء معك يا اما 18 او 19 او 20 نوفمبر، كتختار مثلا الوقيته اللي بغيتي، مستحق كتفوتها. اذا كنت متزوج وارتا تعطي جميع المعلومات المتعلقه بالزوجه يعني بالزوجه ديالك، كتكتبهم هنا سي ان بي الخاص بك. للعثور على السي ان بي كتضغط انقر هنا سي ان بي، يعني اي مهنه عطاوها واحد الرقم مناسب ليها، كتدخل لهنايا لهاد انقر هنا سي ان بي، وغادي يخرج لك يعني لاباج مثل هذا الشكل، وكل مهنه عطاوها يعني عطاوها الاسم، عطاوها الرقم المباشر لها، عطاوها رقم يعني كيخصها. هنا غادي تقلب يعني هنايا تضغط لتحت تقلب اعضاء الهيئات التشريعيه، الاداره العليا، الاداره العامه، الاتصال بخدمه الاعمال الاخرى، غتهبط وغادي تقلب يعني في هادو كاملين شنو هو الرقم ديال العمل ديالك او المهنه اللي كتزاول نتايا، وغادي تختارها ان شاء الله تما. هنا غتختارها الاسم ديال الزوجه، كذلك الاسم الاول ديال الزوجه، عدد سنوات الخبره كذلك، العنوان البريدي وتاكيد العنوان البريدي كذلك، مهاراتك وتدريبك، اللغه الانجليزيه هنا مثلا، القراءه واش رفيع معتدل ضعيف سيء، وكتحدد عشان الكتابه ديال اللغه الانجليزيه هي رفيع معتدل ضعيف سيء، وكذلك الفرنسيه وما الى ذلك، لا تمر الاستمرار الى الاخر. المهنه الثانيه اذا كنت تزاول مهنه اخرى فما عليك سوى ان تضغط وتقوم يعني باختيار العنوان اللي كنت كتخدم فيه، العنوان الثاني، القطاع يعني الثاني اللي كنت كتخدم فيه، والكود ديالو كما وريتكم منين تجيبوه، كلشي غتلقاوه في صندوق الوصف يعني مباشره. انقر هنا غيديكم غتشوفوا الرقم الخاص بالمهنه التي تزاولونها، عدد سنوات الخبره كذلك، انت وكندا، لم يتم تحديد اي مهنه، هنا كتختار يعني هل اكسبريس انتري او لا لقد حصلت بالفعل على التصريح الدراسي بكندا ولديك عائلة قريبة في كندا، تنوي الحصول على عمل تجاري او انشاء في كندا، كتختار واحدة من هذه على حسب يعني شنو غيصلح لك نتايا، وكدير هنا السيرة الذاتية اللي غادي نشوفها ان شاء الله طريقة انشائها في اخر هذا الفيديو. يعني الى بغيتو تعرفوا كيفاش كتصوب السيرة الذاتية خصكم تكملوا الفيديو الى الاخر، كتضغط على تشوز فايل، كدير السيرة الذاتية، كتقوم بالتحميل ديالها، كتضغط كتنقر هنايا جوج ديال الخانات هادو، كدير يحفظ، وهكذا يتم ارسال يعني الملف الخاص بك الى هؤلاء الاشخاص. وعند ان شاء الله الانتقاء ديال حسب السيره الذاتيه الخاصه بك على حسب الاكسبيريونس والدبلومات الحاصل عليها والخبره كذلك وسنوات الخبره، سيقومون بارسال لك رساله عبر البريد الالكتروني ليقوموا ان شاء الله بالتحدث معك على يعني العمل مباشره، ويقومون بالاتصال بك من اجل اخذ جميع المعلومات وكذلك التحدث مع الشغيل الذي يريد مثل الاشخاص الحاملين للشهادات مثلك ان شاء الله. قوموا بتتمه الفيديو الى الاخر لكي تستفيدوا من طريقه يعني انشاء سيره ذاتيه كنديه باحتراف. نشوفكم فيديو اخر ان شاء الله، تهلاو في راسكم، السلام عليكم. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could let it see. Cause time moves on, and now you're gone. If only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine. I miss you. We'll be right back.
getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build an eternity. Cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build an eternity. I'd come and get you, I can't forget you. I'm in.